هذه هي باش غنفرح ميمتي اخواتي. شحال هي مصيني على شي ماشين باش تحل القهوه وباش تحن الطبزيره وباش تحل اللوز وباش تحن هذه طحانه يا البنات واعره وبحره حطوها وشوفوا يا البنات راه كطير اخواتي. جديد ما خلاش ليا العقل يا البنات هنايا في ليدل. شوف البنات اللي بالغين اللي جابوا ديال الرجال عرفتي جابوا لوينات وشكيلات وجابوا شورطات يا البنات. شوفوا لي التريكويات ديالهم ما خلاوش ليا العقل. جابوا لك يا اختي باش تبرعي وليداتك باش صايبي ليهم اللي كخاف البنات والله توعروا عن تجربه اخواتي خذوها على حسابي. وشوفوا لي البنات راه 3 سنين ديال الكاراتي وفيها 1500 واط يا البنات 1500 واط. اخر ما كاين في ليدل يا البنات شوفوا جابوا لكم بالغينات واعرين واعرين يا البنات على حساب الرجال عرفتي البنات ويجيكم حتى كادويات للبلاد اللي غتعطيوهم بتحمير الوجه. هانتي اختي جبت لك الملابس ديال الصيف جبت لك الملابس ديال لي فاكونت اخواتي. شوفوا لي الصنادلات عرفتي خلوني بالعقل يا البنات. شوفوا لي موديل واعرين واعرين. شوفوا لي البنات لي كومبينيزون الجديد ما خلاش ليا العقل يا البنات. شوفوا لي الشورطات شوفوا لي الجديد ديال ليدل يا البنات شورطات على حساب الرجال وعلى حساب الوليدات اخواتي جابوهم بالتريكويات ديالهم. وشوفوا لي لي باسكيت كلشي يا البنات كيحمق. السلام عليكم البنات كي دايرين لاباس عليكم كنتمنى يا ربي تكونوا بالف خير وبالف سلامه وبالف عافيه. اختكم بشرى غاديه ليدل باذن الله نصور لكم يا اختي لاغيفاج ونشوف واش كاينين شي ميزات. يلا خليكم معايا نبداو على بركه الله البنات الجوله ديالنا واحد لاغيفاج يا البنات ديال الهبال. راني ودرت دوره وشفت شنو كاين اخواتي عرفتي الملابس كلشي كلشي كيستغي. خليكم معايا هذا الفيديو ان شاء الله غادي يكون غادي يكون مطرطق قميزات. اول حاجه غادي نبدا لكم اختي غادي نبدا لكم بهاد هذه طحانه هذه البنات هذه انا ما عرفتش غادي ناخذها بغيت ناخذ وحده للوالده ما عرفتش البنات واش ناخذ هذه ولا ناخذ هذه. المهم انا غادي نشوف هذه طحانه اختي طحانه ديال القهوه ولكن اختي طحني فيها حتى الطبزيره فهمتوا اخواتي. ها هي لا مارك ديال ليدل فيها 1180 واط كطحن لكم يعني حتى 70 غرام يعني ما كتكثرش كتبقاي طحني بشويه بشويه اخواتي. و 3 سنين ديال الكارانتي البنات الثمن ديالها 13 أورو 99 واخا مكتوبه القهوه طحني فيها اي حاجه البنات اي حاجه طحني فيها. المهم هي اختي راه هادشي بزاف حتى لاغيفاج كيحمق ما عرفتني غنبدا. كاين هاد المقالي هادو البنات ديال ارنستو هادو ماشي هما اللي جابوا لاغيفاج ديال جودي البنات نو ديال لاندي هادو مقالي اخرين هادو هادو ديال ارنستو هادوك اللي كانوا اخرين ديال موديل اخر هادو ارنستو ماركيز زوينه يا البنات حتى هادوك حتى هما زوينين ما غاديش نكذب عليكم بجوجهم. هادو البنات راه فيهم 5 ديال النجمات وتقال تقال اختي طيبي فيهم ديري فيهم اي حاجه. البنات الثمن مازال ما مافيشيش. وجايبين يا البنات هاد الطحانه هادي اللي عرفتي مخلتش ليا العقل حايره يا البنات اش غادي ناخذ. هادي البنات راه كتحل لك القهوه هاي شفتي اخواتي وكنظن البنات راه تحل لك حتى الطبزيره طحني بها اي حاجه اختي. هادي طحانه الكتريك يا البنات جابوها في ليدل لاول مره كنلقاها في ليدل اخواتي والله يا البنات الا لاول مره كنلقاها في ليدل. شوفوا لي فيها 200 واط 3 سنين ديال الكارانتي هادي تطحن لك حتى 250 غرام غير هادي شويه كبيره على حساب يعني على حساب باش نديوها معنا للبلاد حيت انا باغا ندي البنات الطحانه للوالده. شفتوا فريمون بكل صراحه عجبتني الثمن ديالها 59 اورو البنات فاصله 99 يعني شي حاجه زوينه كطحن مزيان. كيجوني بزاف ديال الاسئله اختي بشرى عقلتوا عليا مات اللوز في رمضان هادي اختي راه طحن لك اللوز طحن لك كاوكاو طحن لك البزار طحن لك اي حاجه البنات طحنها لك ومن طبيعه الحال غادي طحن لك القهوه. راه ماشي غير حيت كيقولوا لك ديال القهوه طحني فيها غير القهوه بوحدها اختي بالعكس حنا القهوه اصلا فاش كنطحنوها كنزيدو فيها شويه ديال باش كتعطي هكا اللي كيبغيو يا اختي ديك القهوه المعطره اللي كتجي غزاله حنا اصلا كنعطروها. هذه الثمن ديالها البنات راه قلت لكم 59.99 ولكن غزاله يا البنات باقا حيره ما عرفتش شنو غادي ندير. كتبوا لي في التعاليق البنات عافاك الفيديو غنحطو لكم دابا ناخذ هذه ولا ناخذ هذه. المهم وهذا راني كنت ديجا بارطاجيتو معكم اخواتي هذا بارطاجيتو معكم في الصاك اللي رسلت للوالده هذا هو اللي كيدير هذاك موس ديال الحليب. شوف البنات راه كيخدم الكتريك كيخدم بحال هكا وكيصايب لكم الموس البنات شفتوه هذا راه رسلته للوالده كنت بارطاجيتو معكم اخواتي. شفتوا هذا راه فيه اللوينات كاين هذا فيه الابيض فيه الاحمر زويون البنات الثمن ديالو 7.99 أورو. شوفي ليا يا اختي شوفي ليا شوفي ليا يا البنات جابوا لكم ديال لي بات ديال الشباكيه لا ماشين يا البنات لا ماشين اللي كطير في ساعه بلاتي نقلبها لكم. هاد لا ماشين يا البنات راه غير كيحطوها كطير
كطير يا البنات، راه حاطينها هنا وحاطينها حتى من الجهه الاخرى البنات. وشوفوا راني زعما جيت بكري اخواتي، وشوفوا راه اش غنقول لك، راه كطير هذه كدير لك لي بات. طيب يا اختي الشباكيه، شوفوا البنات فاش كيوصل رمضان عاد كنبداو حنا نقلبوا. اختي الا كنتي باغاها، وهذه راه لا مارك ديال ارنستو. شفتي اختي لا مارك ديال ارنستو، يعني راه ماركه زوينه. البنات راه حاطينها في اليد، اختي شديها وخزنيها ودير بها لي بات، ولا خزنيها اختي صار رمضان فاش تصايب الشباكيه، ولا ديها لمامتك الحبيبه. ها انت اختي الثمن ديالها 19 اورو 99. اجي اختي اجي اجي اجي، هذا الشيء راه زين. هذا الشيء البنات هذه زوينه، هذه قطعه، هذه كتقطع لكم عليكم البنات، كتقطع لكم الخبز، كتقطع لكم الفورماج، كتقطع لكم الكاشير، كتقطع لكم البنات اي حاجه. هذه كقطعها يا البنات، واللي زوين فيها انها ما كتاخذش لا بلاص. شفتوا شي كيدير العرض ديالها، دير اختي واحد البلاصه في البلاكار، ولا تخليها هكا فوق البوطاجي، ولا تدير واحد في واحد البلايصه شي اختي، ما كتاخذش لك لي سباس، وكتقطع لك بحال داك كنشريو حنا دي فوا هكا الفخوماج طخونش. تقدري انت اختي ديري لي طخونش في الدار كوم سا، تشري مورسو وتقطعي انت كيف ما بغيتي، فهمتي؟ وفاش كيكون بحال مقطع كيكون زوين، ماشي بحال كيكون ديجا مقطع البنات. وقطع لك اي حاجه، الكاشر تشري هكا عوض ما حنا كنقطعوك، انت تقطعي اختي شرائح رقيقه زوينه يا البنات. نقول لكم فيها 100 طوات، هادشي ها هي كتقطع لك حتى الخضره. شنو هذا بوتنجال صوصيط؟ وي الخضره البنات، بوتنجال هذا. انا بغيت نضحك معكم الساعه، صدقتني ترا بوتنجان. شتي تقطع الخبز كتقطع كلشي، 3 سنين ديال الكارانتي من طبيعه الحال، وما كبيرهش بزاف اخواتي. وكاين هذا، شنو هو هذا؟ هذا البنات هذا هو باش كان يعني كيطحل لك هذا البنات، ها هو اللي قصدو هو يخدم. سمعتو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله يحنيني. سمعوا البنات، ولا تقصدو بدا كيطحن والله يا اختي. ديري لي الحجره، ها هو راه كيجي افيك فيه الحجره البنات، شفتوا؟ يعني كديري لي بحال هكا وكيبدا هو يطحن لك الراس تقريبا البنات، راه كيطحن هذا الراس. انت يا اختي وكيطحن لك، كديري فيه بحال ديري فيه البزار وديري فيه الملحه، فهمتوا؟ بحال هذا ديري فيه الملحه، هذا ديري فيه البزار، يا اختي كيطحن راسو يا والله يا البنات، الا كيطحن راسو. اسمع والله حتى كيطحن راسو. انت اختي بسم الله كنضحك معكم البنات، والله حتى كيطحن راسو. ها هو باقي خدام، صافي بركه بركه حنيني. 4 اورو 99. وكاين هذه حتى هي البنات، هذيك موسولي، هذه حتى هي كدير الموس البنات ديال الحليب، زوينه عندي انايا البنات بالحق، ما عنديش لا مارك ديال ليدل. هذه راه زوينه، كيجيبوها مره مره، ماشي اول مره كتجي هنا، مره مره كيجيبوها البنات. شوف لي عشاق القهوه يا اختي، كتصايبي ديك الموس اللي كتجي هكا، هذه البيضه هذه اللي كتجي هكا حنا كنقولوا مرغويه، هذه اختي كتصايبها. الثمن ديالها 24.99 اورو. وحاطين ثاني هذه لاماشين، هذه ما شاء الله الكونتيتي اللي محطوطه منها 34.99 اورو. وحاج واش قلت لكم الثمن ديالها، وحاطين هاد هادي ديال هادو اكسسوارات دايرين لهم 4.99 اورو. خذي ليا البنات اللي بغيتي، انا جايكم الحوايج عندكم تمشيو، بقاو اختي معايا ونسوني تنسالي الله يرضى عليكم. وما تنساش لي اختي واحد الجوينه ما كنتيش دايره ابوني، ديريه ابوني. هادو كلهم يا البنات ديال ارنستو، عندي اختي ارنستو. كاين هاد الموديل هذا ديال لي بات، شفتوا هذا يعني كتهزي به لي بات، هاد اليد هادي. وكاين هادي الحبيبه ديالي ديال الثومه، هادي اختي ديال الثومه كتدير لك الثومه، شفتوا؟ وكاينه هادي، هادي كتحل، المهم كتحل، هادي كتحل جبونس القراعي ما عرفتش. وي هادي تقريبا تحل حتى القرعه هكا، ولا كتحل غير داك ديال، المهم كاينه هادي البنات ديال لي كلاص، هادي ديال لي كلاص هكا اختي. دابا اختي الصيف جاي، لي كلاص ما كاينه لي كلاص. هانتوما اخواتي ما تقوش البنات، والله الا راجلي ضاربو البرد مسكين، لا غورج ديالو مع كيشرب الماء بارد، وكي البنات حاولوا راه واخا الحال سخون شربوا شي حاجه بارده بزاف، راه تمرضوا. اختي ولي فاكون جايين، وخاصك اختي تقادي الحوايج وتقادي لا فاليز. اختكم بشرى قطعات نبارطاجي معكم فين قطعتي، الا كنتو انتريسي قولوها لي البنات. صافي اختكم بشرى عند البي. هانتوما البنات كاين هذا ديال البيتزا، ولكن ما نمشي ان شاء الله تنبارطاجي معكم لي بخوم حتى السولد. انا اختي باغا اختي باغا اختي السولد، ما بغيتش نفلتو. المهم زوينه ديالي كاين هاد القطعه ديال البيتزا، الثمن ديالها 4 اورو 99. المهم هادشي كلشي 4 اورو 99.
شوفوا لي ما شاء الله ما شاء الله، غندير لكم حاجه بحاجه البنات. كاين هاد لا ماشين ديال القهوه اختي، هادي كتجي فيها دو طاس. شو البنات كديري اختي فيها جوج الكيسان، وحده ليك وحده اللي عزيز عليك. اخواتي هادي جوج كيسان، الثمن ديالها 79.99. هادي البنات راه كتهز لك اترو نص وفيها 1100 واط. البنات راه زوينه هاد لا ماشين هادي. شو اخواتي دو طاس 79.99. وجابوا لك اختي هكا لو بغيتي ديري لك خيب. البنات هادي راه زوينه والله. هي البنات بزاف الاخوات خذوها وصدقات لهم من نهار فعقلت شوف جابوها رمضان، كانوا البنات خذوها بزاف في رمضان، هي والقطعه هذيك تاع الخضره اللي كنت بارطاجيت معكم. شكروها البنات بزاف. وديك وكنت حتى ديك ديال الكفته راه مره كيجيبوها مره، هذوك هي البنات الا لقيتوها غير خذوها بالتجريب. المهم هذه ديال لي كريب صدقات البنات، راه قالوا لك زوينه اخواتي. المهم انا نقول لكم فيها 1500 واط البنات، راه مجهده راه زوينه. وهاد الدائره ديالها فيها 34 سنتيمتر. هكا اختي دير لك خيب لوليداتك، ديري فيهم البانه الفخيز الشوكولا، والله البنات الا لذاذ. وثلاث سنين ديال الكارانتي، وكتجي فيها هاد اليد هادي وهاد اللعيبه باش كتسرحي. شفتوا اخواتي ها انتم الثمن ديالها 29.99. كاينه هادي، هادي بحال داك اللي بارطاجيت معكم ديال هادي غير في لون اخر، هاديك حاطين تما النوار وهنا حاطين هذا بحال اينوكس. شوف الناس كي كتجي زوينه اخواتي والله الا عندي. هانتي اختي هانتي ها لي عشاق القهوه، جابوا لكم يا اختي الكافيتي ها ديال القهوه، كنقولوا احنا الكوكوس ديال القهوه. هانتي يا اختي شوفي لي 11.99 ديال ايطاليا يا اختي، ديال ايطاليا. شوف الناس كاينه في هاد الكرونه وفيها النوار اخواتي، نشوف شحال فيها، يعني كتهز لك 9 ديال الكيسان، 9 ديال ليطاس اخواتي. وكاين هاد انت اختي شحال ديال ما شاء الله، كاين حتى هذا ديال هادي ديال القهوه البنات بيستون. شو الناس ها نتوما، وكلشي اللي بغيت نقول لكم كلشي لا مارك ديال ارنستو. ها نتوما ارنستو راه ماركه زوينه يا البنات. كاين هاد البنات هادو راه ديجا كانوا جابوهم وداروا لهم الروتور، هادو غير روتور اخواتي. هادو كيجيو فيهم زوينين هادو البنات ديال لي بات، هادو راه كنطيبو فيهم شي البنات، هادو راه كنطيبو فيهم شي البنات. ها نتوما كديري فيه الخضره راه كطيبي فيه، كطيبي فيه تني كديري هكا لي بات. شوف البنات كتدخلوهم للميكرووند شتي الخضره وداير عليها الماء طايب. شفتوا اخواتي وكطيب يا اختي هذه. شوف البنات لقيت شي وحده محلوله، ها هي البنات كتجي على هذا الشكل هذا. نقول لكم الثمن ديالها 6.99. انت اختي والله حتى تلفت اجي نكمل لكم هنا عاد نبدا لكم بالحوايج حيت داكشي راه ديال الهبال. جابوا البنات هادو، هادو زوينين هادو، هادو البنات راه ماشي قطاعات، هادو البنات دي بلاطو كومسا. دابا يا اختي ولاو لي بلاطو كومسا هكا كتقدمي ديري فيها اي حاجه هكا، تقدري تحطي فيها بيتزا، تقدري تحطي فيها هكا دي بوكا هكا اي حاجه البنات، اي حاجه بلاطو ديال التقديم اخواتي. شتو هادو راه دي بلاطو دي زاسيات البنات. شتو البنات بلانشا شو 5.99. كاينه اختي هادي راه نفس الثمن غير هادي فيها الجات. ها انت يا اختي لا مارك ديال ارنستو، الثمن ديالهم بحال بحال. سواء الا خديتي هاد الكبيره فيها غير وحده 5.99، والا خديتي اختي هادي اللي كتكون صغيره فيها الجات باش نتفاهموا. وكاين البنات هاد لي مول هادو ديال الفران، كاين هاد الموديل هذا 7.99 اختي لا مارك ديال ارنستو، كيهز زوج ايطرو 3 سنين ديال الكارانتي. وبان ليا كاينين حتى الصغار اختي، حيت كيديروا الصغار فيهم جوج والكبار اختي كيديروا لك واحد. بحال دابا هذا البنات هذا تقدري ديري تاخدي ربعه فهمتي، تقدري ديري لي غاتا كل واحد ديري لي في البلا ديالو دخليهم الفران وابخي تربيهم كومسا اخواتي. شفتوا وكل ياخذها وتاخدي واحد ليك واحد لراجلك وجوج اخرين لوليداتك فهمتوا البنات. وكاين في الابيض وكاين في النوار، شفتوا ديري فيهم اي حاجه اختي. انا كنقول لك اي حاجه ديريها فيهم ونفس الثمن 7.99. وهي اختي ديال الشباكيره قلت لكم راه محطوطه بكونتي كبيره ما شاء الله 19.99. ما تديوش عليا راه هاد لاغيفاج تلفني. ها انت يا اختي شوفي لي راه قلت لكم لاغيفاج يا اختي، راه لاغيفاج ديال الهبل اليوم. كاين هاد الدراب هذا، هذا اختي زوين حتى هو كيجيو فيه 4 ديال اليدين، والله الا عطيتو لجارتي راه بحال تفكرت راه جايه لشهر اختي هادي باش طلباتو ليا بقى كاع ما رداتو. نيرت فكرت خاصني نجي راه نسيتو. المهم كاين هذا الموديل هذا فيه جوج ديال 4 ديال اليدين،
زوين يا البنات والله ما نكذب عليكم، انا عندي اخواتي كنت خديتهم من اي مايس والله اختي ما نكذب عليكم خديته وقيله بشي 5 اورو وقيله واش لا مارك ديال مولينيكس ولا ما عرف اي مايس البنات راه كيكونوا فيه ميزات واعرين. ما تنساوش البنات الكروند فوند نهار 11. المهم واحد البنت قالت لي اختي 11 راه لا كروند فوند 11 راه سادين، ايوا اختي راه سادين داكشي باش هما كيديروا ديما الكروند فوند ديمونش باش كاع الناس ما يكونوش خدامين ويجيو 16 اورو 99. اختي زوين هذا، ها نتوما يا البنات اللي بغات تبرع. ودابا الزوينه ديالي غادي نبدا لكم بالحوايج، ها نتوما ما شاء الله ما شاء الله. انت اختي تبرعوا ليا اختكم بشرى كتوريكم داكشي بحال واحد البنت قالت لي اختي كتبردي ليا قلبي بحال انا اللي كاينه في ليدل. انت اختي انا كنديكم البريمارك نو انور انا ما كرهتش الفيديو ديالي انا والله العظيم ما عرفتش شحال كنبقى نقص باش الفيديو ما يجيكمش طويل. راه اختي راه انا كنشد التليفون كنبغي نصور لكم كلشي. كاين هاد لي زونسون هاد الكومبينيزون البنات كاين على هاد الموديلات فيه ثلاثه ديال اللوينات. عرفتي فاش كتجي بكري ما كتلقاي حتى حاجه محلوله. الثوب ديالو على هاد الشكل هذا اخواتي شفتو رطيطه بزوين. المهم الثمن ديالو 11 اورو 99. ها نتوما اخواتي راه البارح قلتها لصاحبتي قلت لها شوفي نبغي نجي الصباح بكري ولقى الاثمنه معلقين. هي حق هي مسكينه اللي غادي تكون كاينه في الصباح كيبداو مع الخمسه البنات. راه فاش كنجيو حنا راه مساكنه راه من الخمسه الله يحسن العوان. كاين هاد السريولات هادو ديال الرجال كيجيو زوينين. ها نتوما اخواتي شفتو كيجيو زوينين ديال الرجال. هاد لي موديل هادو كاين البنات في هاد بلو مارين وكاين اخواتي في الكري ماشي في الكري في قهيوي. قهيوي بارد هذا شو زوين البنات 12 اورو 99. كلشي ان شاء الله غنوري لكم بالتفصيل بحال الاختي انت اللي جيتي ليدل نوريك كاع شنو كاين. هاد الشورتات يا البنات على مزويناتهم. هادي اختي تقدري تشريها لراجلك تقدري تشريه لولدك. كيف كنقول لكم ديما راه كيما كاينه لا كروند طاي كاينه حتى البيتي طاي راه بادي من اس. شفتوا البنات زوينين هاد الشورتات بالنسبه حتى للوليدات ولا الرجال من طبيعه الحال. كاين هذا البنات في الكري وكاين اختي في البلو مارين. يا اختي شحال زوين يا اختي شوفي ليا والبلو هاد البلو مارين مع البيض يا اختي كيعطي واحد الميلونج واعر. انا كيعجبني البلو مارين مع البيض. انت يا اختي شوف والله الا بحال شريت واحد الشورت لولدي غير البارح اقسم لكم بالله شريت ولي بلو مارين والبيض بحال هاد الستيل هذا بالحق ماشي من هنا البنات. شوف واخا هكا كان راه كنتسنى في الصولدا البنات ما نكذبش عليكم. عرفتي كتلقاي شي حاجه اللي صافي ما قدرتيش تصبري كتشوف البنات زوينين 7 اورو 99 ثمن زوين اخواتي. وكاينين هاد الدونيات هادو اللي كيجيو زوينين هادو اخواتي هادو ديال هكا هادو بس زوينين كتلبسيهم هكا كتكون بحال دابا الكسيوه مفتوقه شويه ولا شي لعيبه كنحتاجو بزاف البنات. هاد الدونيات من التحت ولا شي حاجه كتبين ولا فهمتوا كيجيو فيها هادو جوج ديال اللوينات زوينين. هاد البيضو بلو مارين 6 اورو 99 دي باردو. كاين اختي في الاحمر وبلو مارين كيجيو هكا زوينين هادو راه ينفعوكم اخواتي. واخا تقدري تلبسيه مع صايا وديري واحد لافيست من الفوق ولا شفتو البنات ولا مع سروال واحد لافيست من الفوق واحد لاشوميز غير شوميزه وتخليها مفتوحه شفتو اخواتي وتجيك اختي لبسه زوينه بالي غير هاد الموديلات. المهم غير هاد الموديلات اختي وجيبي لك سروال اختي الا بغيتي تضوني ايوا اختي وفينا هو السروال ها هو السروال حتى هو جاو. تنضحك معاكم البنات تنضحك معاكم زوينين يا اختي هاد السريولات. لا لا سروال كيحسب ليا واش شوف البنات السريولات ولكن خفاف وما كيجوش عراض بزاف زوين ستيل ديالهم يعني ستيل صيفي ديال لي فامي اختي فيهم لي طاي. كاين البنات هاد لا مارك ديال اسمارا هانتي اختي شتيها ها هي لا مارك ديال اسمارا. كاين فيه البنات بالزريرق وكاين اختي انا اختي غنجبد لكم ولكن بعد نرد لكم فهمتوا. وكاين اختي بالاحمر باش نوريكم يا اختي شو كيجيو خفاف والله يا البنات الا زوينين ها نتوما. وكاين بالحمامر شفتو بحال هذا الحمر هذا وتلبسي ليه هذا بلو مارين هذا شتي وديري واحد لاشوميز من الفوق والله يا اختي تجيك واعره. ولا ديري لي غير هذا حتى هذا الابيض هذا وبلو مارين وديري واحد لاشوميز بيضاء ولا فيست ديال التين. البنات انا كنقول لكم راه يعني الذوق ديالي ما غاديش يعجب كاع البنات ماشي كنقول لكم راه الاذواق كتختلف وكنحترموا بعضياتنا وكل كتلبس على الذوق اللي غادي ترتاح فيه والذوق اللي غادي تبغيه وكنحترموا بعضياتنا لان ماشي حنا عندنا نفس الذوق كاملين. هادشي اللي بغيت نوصل لكم يعني راه من طبيعه الحال لو كان عندنا نفس الذوق كاملين غادي يكون غير لون واحد اللي كاين في هذا العالم كامل لان غيعجبنا كاملين فهمتوا اخواتي. كاين هذا البيض هذا حتى هو زوين يا البنات فريمون بكل صراحه قلت لكم الثمن ديالهم ياك 13 اورو 99.
هاتوما زوينه ديالي قبل ما نكمل لكم حتى قد السريولات اللي جبت عاد غنكمل الفيديو. المهم كاين هذا البولو هذا ديال الرجال شويه اختي زوينين يا البنات شوفوها راه باقي نشترا ولا انا جاياكم كاينين هادو زوينين تاخدي اختي واحد السروال هكا واحد التريكول راجلك اختي كادو راه كادويات زينين يا البنات هانتوما اختي حتى انا كتفرحي فاش كيعطيك شي حد والله يا البنات واخا يعطيك غير شي حاجه بسيطه راه انسان الا تفكر راه شغنقول لك راه فريمون زوينين زوينه هاد لي كادو. المهم كاين التريكويات هادو زوينين 87 أورو 99 كاين في الحمر كاين في بلو مارين وكاين حتى في الابيض اخواتي صار البيض زوين شتو الناس هانتوما يختي في الابيض نهود الكاميرا ولا بلاش راه واحد لاغيفاج ديال الهبال وكاين هاد التريكويات اختي هانتوما شوفوا راه كادويات للبلاد والله يا البنات الا كنقولها لكم من قلبي اختي كادويات راه بكل صراحه واخا الناس اللي مازال ما غاديش يمشيو يستنى واحد شويه تيبدا الصعود ولكن الناس اللي غاديين اختي هانتوما ها شو الناس اكس ال كاين بلو مارين كاين فهاد الشويبي هذا زوينين هادو غير 4 اورو شي حاجه ها هانتي اختي ها شوف 4 أورو 99 وهاد الشورطات يا البنات اللي واعرين هانتي اختي انا نوريه لك وقولي لي واش عندي الصح ولا لا هانتي اختي هادو البنات ما كيجيوش طوال بزاف لا مارك ديال اسمها ولكن يا البنات انا جايك انا قاد لك اللبسه عبقي معايا هانتوما يا البنات شوفوا لي السروال كيداير لي ديطاي ديالو شفتوا كتجي في هاد الفاندا هادي هكا زوينه يا البنات كاين هاد الستيل هذا كتشوفوا واقيلا في السنيدلات واعرين اختي واعرين السنيدلات انا جاياكم كاين البنات هكا في هاد البيج وكاين اختي حتى في بلو مارين شوف البنات هانتي اختي كاين حتى في بلو البنات ما كيجيوش طوال بزاف اختي يجيوكم للرجالاتكم يجيكم لوليداتكم ويجيو كادويات يا البنات على مزيناتهم بكل صراحه ونقول لكم اختي الثمن ديالهم 8 أورو 99 جايبين هادو كيجيو البنات كيجيو شويه عريانين من الظهر شفتوا كيجي دي الشورت على هاد الشكل هذا وكيجي الظهر ديالو كومسا شوف الناس 5 أورو 99 كتجي بحال يعني غوب فهمتوا يعني تريكو طويل كيما بغيتي تحس بها شي وكيجي الظهر ديالو على هاد الشكل هذا كاين اختي في بلو مارين وكاين في هاد اللون زوينه هاد بلو مارين كتجي على هاد الشكل هذا وكاين اختي في الحمر الحمر كيجي على هاد الحمر راه جاني الظهر كيجي ما كيجيش ديالو عريان الحمر كيجي وليد ديالو على هاد الشكل هذا شفتو فيه زويوقه زويون عجبني الثمن ديالهم 5 أورو 99 ومن طبيعه الحال جايبين سريولات هادو ديال لي فام زوينين فام ولا رجال نو ديال لي فام زوينين يا البنات اللي خاصها شي سروال ابيض والله يا البنات الا كنصحكم تشريوهم عرفتي هذا يا البنات عندك شي شوميزه بيضاء عندك شوميزه حمراء عندك شوميزه خضراء عندك شوميزه كيما بغى يكون اللون ديالها الابيض كيتماشى فهمتوا وخصوصا صيفي والبنات هما شي جين توب ماشي توب يعني توب فهمتوا عرفتي عجبني يا البنات كتجي في هذه الفطيقه من الجنب شفتوا اخواتي يا سلام عرفتي شوفي ليا وديري ليه واحد السنيطه الا كومسا عرفتي يا البنات وتلبسي معاه شي حاجه من الفوق قولي لهم بطبيعه الحال واش راه غادي نلبس والله يا اختي كتجيك واحد اللبسه واعره عرفتي البيض كيتمشى مع بزاف ديال الالوان شوفي السنيدلات اللي جابو تقدري تلبسي حتى يا اختي بالاحمر وتلبسي معاه شي شوميزه المهم هكا تكون مناسقه مع السنيدله ولا تناسقي اختي راه هاك عارفه كتناسقي ولا تلبسي عرفتي تجيك واحد اللبسه واعره يا البنات كيعجبني البيض في الصيف البيض ديال البنات واعر في الصيف عرفتي عجبوني البنات هاد السريولات والله تحمقوني ها انتي اختي شي كيتيجي البنات هادي راه غير الثقبه ديال 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 هاد الكارطون راه ما كيجيش بحال هكا راه كيجي سامبل على تسحبوها زواقه فهمتوا اخواتي راه ماشي زواقه فهمتوا راه كيجي سامبل وكيجي فيه هذا كيتجبد باش اختي لا فهمتي باش كيعطي لي لاطاي كثر فهمتوا كيتجبد زوين هذا يا البنات عجبوني بكل صراحه انا اختي غنقول لكم الثمن ديالهم 11 أورو 99 ايوا اختي دابا نجيكم للسنيدلات السنيدلات يا البنات فينا هما ها هي لي صوندال تيعجبني البنات هاد الستيل ديال هاد السنيدلات هادو فريمون هاد لي موديل كومسا كيعجبوني اختي هانتي شوفي الصيف متعي ليا راسك اختي كادويات كيف كنقول لكم ديما راه السنيدلات زوينين يا اختي هانتوما كاينه هادي في بلو مارين وكاينه شوفي لي هانتي يا اختي وشوفي لي شوفي لي وهادي علم زويناتها كاينه في القيوي هادو اختي هادو كيجيو مع الكساوي والله يا اختي اللي كيجيو واعرين مع الكساوي هادي ومع معاش مع الكساوي مع الصايط مع كلشي هي كنقول لكم انا البنات وكيف كنقول لكم ديما الاراء كيبقى كل واحد والذوق ديالو كنحترموا بعضياتنا كاينه في الحمامه يا اختي شفتوا هادو هما ثلاثه ديال لي موديل اللي كاينين اختي
موديلاتي ديال الهبل الثمن ديالهم 13.99 أورو. اختي ونجيو للرجال. هانتي اختي، كنت واحد المره تسلتي واحد البنت قالت لي اختي بوش راه واش ما كاينش ما فيها السيور، هي الحبيبه ديالي شفتيها. واخا كنت وريتك ديجا واحد الموديل ولكن اختي هما جابوا لك هذا الموديل هذا، شفتو تبرع عليا على راجلك والله العظيم الا هانتي اختي. المهم بالنسبه لي انا والله ديك المره فاش مشيت لكم المكازا ديال سميتو هذيك المكازا ديال غوسبور اللي كاينه حدا زهره، والله اختي عيط درت كاميرا فيديو لراجلي، وانا راجلي فيه واحد القاعده هو ما كيشوفش الصباط، خاصو تيشوف لا مارك. انا اختي لا ما عنديش معنا، بالعكس اختي كنشوف وتنوى هذا لا شوف لي هذا تا قلت ليش غدير خليها تجر راسك. والله يا البنات خصوصا عجبني واحد الموديل فن. المهم كاين هذا انا اختي كيعجبني الانسان يشري ليا وتنبغي حتى انا نشري، والله حتى انا كنبغي كيعجبني نفرح الانسان كيعجبني. راه وشوف البنات ونقول لكم واحد القضيه، انا جايه دابا ليدل قريت واحد الميساج في الطريق قالت لي واحد الاخت اختي واش انا ما نقدرش نعطي كادويات ديال اكسيون ما نقدرش نعطيهم. قلت لها اختي كلها كيمشي على الجهه ديالو، اختي ما متفقاش معاك، انا اللي كريم ديال اكسيو هذوك ديال اللي وريتكم ديال البروده من احسن الكادويات انا اللي كندي لهم الا في خبارك اختي. اختي اكسيو راه ماشي ما فيهش كلشي زوين، انا ماشي نقول لك كلشي زوين ماشي ما نقولش لك كلشي خايب، ونقول لك اختي انت الا ماشي بالاستطاعه ديالك تشري الريحه ديال اكسيو ولا تشري اختي، راه كل اللي كيمشي على قد الجهد ديالو. واش عرفتي لي بيه بشحال شارينهم اختي؟ راه شارينهم بالكيه وليا، عاد زيدي الكادويات اختي راه الله يحسن العوان، وكاين اللي ما عندوش وكاين اللي اختي راه الله يحسن العوان. كل اللي كيمشي على جهده لا يكلف الله نفسا الا وسعها، راه ما تتعلقوش فين تفلقوا، تجيو على قد جهدكم اختي. المهم وكاين هذا الستيل هذا اللي قلت لكم زوين، وكاين حتى هذا البنات اللي يقول لي بشرى ورينا لا غير فاش حفك ديال الحضره يا اختي. انت فرق اختي كنت تعاود معاكم اختي، راكم راه والله الا راكم اعز خواتات واعز راه ربي اللي مطالع بالمعزه ديالكم. كنت كنعبر الناس تيضحكوا عليا يقولوا الدري واش مهاوشه ولا عرفتي شنو. انتما كاينه في البيض وكاينه في بلو ماري. هانتي اختي كنبغي نوريكم، كتبغي تشوفوا زوين حتى هاد الستيل هذا، هادو اللي كيجيو بحال لا سميتو هاد البيض زوين في السباطه، ولكن يا اختي الا ديتي الا دينا هاد البلاد البيض يا اختي فزع كيتغير اللون ديالو مع الغباريات شولنات. هانتوما هادو فيهم ثلاثه ديال اللوينات ونقول لكم الثمن ديالهم 11 اورو 99.